طيب يا شباب، نفس فكرة كده الدرس اللي فات، بس بدل ما انا بجيب الليست اوف سب كاتيجوريز لكاتيجوري معينة، انا محتاج ايه؟ محتاج اكريت او اعمل كريت لسب كاتيجوري جوه كاتيجوري معينة. تمام كده، فهاخد نفس الراوت زي ما هو كده. خلينا كده نقفل ده ونقفل ده، وهنعمل ريكوست تاني هاخده زي ما هو كده، وهتبقى بدل ما هو جيت هبقى بوست. تمام كده، وخلينا هنا نسميه كريت سب كاتيجوري اون كاتيجوري. تمام كده. طيب بنفس الفكره، طالما انا هبعت الراوت ده، يبقى انا هقدر باستخدام الميرج براونز اللي احنا عملناها، ان انا هقدر اكسس الكاتيجوري اي دي. فاجي هنا اعمل ايه؟ هاجي اقول هنا في الهاندلر الخاص بكرييت سب كاتيجوري، هقول هنا ان اف ان انا ما جاليش ريكوست دوت بادي دوت كاتيجوري، مش انا هنا كنت باكسس الكاتيجوري من البادي لما انا كنت بستخدم، عشان برضو ما انتوش، لما انا كنت بستخدم الهاندلر ده كنت هنا في البادي ببعت النيم والكاتيجوري، لكن انا عندي هنا في الهاندلر ده انا اوريدي الكاتيجوري اي دي جاي لي، فانا كل اللي انا محتاج ابعته في البادي هنا النيم بس، عشان برضو تبقى الصوره واضحه. فهنسميه مثلا هنا النيم، هنا ده جيسون اندرويد، ماشي. فانا كده هاكسس الكاتيجوري اي دي من الراوت او الريسورس، وانا هبعت هنا النيم بس. فمعنى كده لو انا بعت الراوت ده، انا مش محتاج ابعت الاي دي بتاع الكاتيجوري في البادي. فانا محتاج اقول له هنا ان انا لو ما جاليش في البادي كاتيجوري، يبقى خلي لي الريكوست دوت البادي دوت الكاتيجوري ايكوال ايه؟ الريكوست دوت البرامز دوت الكاتيجوري اي دي. تمام كده، يبقى انا هنا الجزء دوت نستد راوت، عشان ابلاي نستد راوت. تمام كده. طب انا لو جاي لي اصلا في البادي جاي لي الكاتيجوري خلاص، يبقى انا مش محتاج، مش هيدخل لي اصلا في دي، وهيروح يعمل لي كرييت على طول للكاتيجوري. طيب انا في الراوت ده اللي انا مستخدمه ده، انا مش باعت حاجه هنا في البادي، فهو هيدخل هنا هيلاقي ان هو في البادي مش جاي لي كاتيجوري، فهيروح يجيب الكاتيجوري منين؟ الكاتيجوري اي دي هيجيبه منين؟ من البرامز اللي جاي لي هنا، ويبدا يكمل عادي مفيش اي مشكله، يعمل كرييت للسب كاتيجوري. خلاص هو حطه لي هنا في البادي، فهقدر هنا برضو اكسس زي ما انا شغال، مش هغير في الكود بتاعي خالص، هقدر اكسس النيم والكاتيجوري اي دي من البادي، رغم ان انا مش بعته في البادي، بس انا اديت هنا عملت له هنا سيتنج او سيت للبادي باستخدام الطريقه دي. تمام كده. يبقى تاني عشان ما انتهش، انا عندي اتنين راوت، لو انا استخدمت الراوت ده فانا بعمل ايه؟ ببعت في البادي النيم. طب انا لو استخدمت الراوت ده، انا مش محتاج ان انا ابعت هنا الاي دي او الكاتيجوري اي دي، ببعت بس النيم وبكتفي ان الكاتيجوري اي دي هيتبعت لي هنا. تمام كده. فانا بروح اتشيك لو مفيش نيم او كاتيجوري اي دي جايه لي في البادي، هتالي من البرامز الجايه في البرامتر بتاعتك. تمام كده. طيب خلينا كده نجرب نرن، هنلاقي ان ماست بي بلونج تو كاتيجوري. هتلاقي ان انا هقول لك انا ليه هو عمل ايه هنا. هو دخل في الفاليديشن لاير، مش احنا عندنا بنخش في الفاليديشن لاير الاول قبل ما نروح نخش في الهاندلر بتاعنا، فهو دخل في الفاليديشن لاير ما لقاش ان انت باعت عندك الكاتيجوري، احنا عندنا اللي هي لازم تبقى ريكوايرد. تمام كده. وبتاكد كمان ان هو مونجو اي دي، فهو بسط خالص. نرجع تاني للراوت بتاعنا السب كاتيجوري راوت، فلو دخلنا هنا هنلاقي في الجزء الخاص بالكرييت انا بعمل ايه؟ فاليديشن قبل اصلا ما اروح للكرييت راوت، اللي هو انا اصلا ببدا انفذ الجزء ده بناء عليه. هو ما لحقش اصلا يحط لي الاي دي بتاع الكاتيجوري اللي جاي في البرامز يحطه لي في البادي، فهو لما راح عمل فاليديشن لقى ان الكاتيجوري ده مش موجود، فبناء عليه طلع لي الايرور ده. طيب الحل ايه؟ ان انت هنا تخليها اوبشنال، بس برضو انا مش عايز اخليها اوبشنال. الحل التاني الاظرف ان احنا نعمل ريفاكتور كده للكود بتاعنا، نروح للهاندلر ونروح هنا نعمل كده ريفاكتور فوق هنا، ونقول نخلينا نعرف هنا ميدل وير نسميها مثلا ست الكاتيجوري اي دي تو بادي. انا عايز اعمل ايه؟ ست الكاتيجوري اي دي في البادي. تمام. هيبقى عباره عن ميدل وير
ريكويست والريسبونس والنكست، وهاخد فيها الكود اللي انا عملته ده اللي هو في النست راوت واضيفه هنا تمام كده، واجي اعمل ايه الميدل وير دي انا خلاها هنا عشان اعمل لها اكسبورت، فهنقول اكسبورتس. الميدل وير دي هروح اضيفها قبل الفاليديشن، فبناء عليه لو هو عمل لي هنا لو موجود عندي البرامز جاي لي فهيعمله ست في البادي قبل اصلا ما يخش في الفاليديشن بتاعتي تمام. فهنيجي هنا في الجزء الخاص بالراوت السب كاتيجوري راوت بتاعي، وهروح اجيبها من هنا اضيفها هنا تمام. وهنا اجي اقول له ايه قبل ما تروح تعمل لي فاليديشن للبادي ضيف لي الاول الميدل وير دي تمام كده، فهيروح يحط الاي دي اللي جاي لي من البرامج يحطه في البادي. فانا لما اجي ابعت كده اتاكد ان البرنامج بتاعي شغال تمام. طيب هو هنا ليه مش عايز ينقلني على اللاير اللي بعدها اللي هي لاير الفاليديشن؟ لان البسطه خالص اللي احنا قلناه قبل كده هتلاقي ان انا اكيد ناسي النكست، ان انا ما عملتش ايه نكست. خلينا نروح هنلاقي ان انا عملت هنا مفيش مشكله، بس المفروض اجي اقول له ايه بعد ما تعمل كده انقل لي بقى على الميدل وير اللي بعدها. قلنا النكست بتبدا تنقل على الميدل وير اللي بعدها تمام كده. نرجع تاني الكود بتاعنا تمام شغال، نروح نطبق هنلاقي ان هو عمل لي هنا كرييت للسب كاتيجوري جوه المين كاتيجوري بتاعتنا تمام كده. طيب لو رجعنا تاني كده عملنا جيت ليست اوف سب كاتيجوريز، خلينا نجيب الراوت اللي بيجيب الليست اوف سب كاتيجوريز، كانوا هنا عندي 3 فلما اجي اعمل هنا بقوا 4، وهنلاقي السب كاتيجوري اللي اسمها ايه اندر 8 تمام كده. يبقى انا قدرت اعمل كرييت للسب كاتيجوري عن طريق ايه الراوت او البرامز راوت او بالطريقه دي تمام كده. طيب بنفس الفكره برضو خلينا نعمل فورمات كده للجزء الخاص، مش احنا عملنا نقلنا دي كده في ميدل وير منفصله بدل ما احنا كنا عملناها في الكريت كاتيجوري. في كريت سب كاتيجوري احنا ممكن نشيل ده كله خالص كده ونيجي نعمل هنا برضو فوق هنا اهو سبورتس دوت كريت فلتر اوبجكت ايكوال الريكوست ريسبونس نيكست، انا بعرف ميدل وير تمام كده، وحطيت فيها الكود ده. وكل حكايه انا هقول ايه ان الريكوست بعد ما تعمل الكلام ده الريكوست دوت الفلتر اوبجكت مثلا ايكوال ايه الفلتر اوبجكت ده. فانا بقول له ان انت لو جاي لك نفس الفكره خالص، بس كل حكايه انا ضفت الفلتر اوبجكت للريكوست، وهاجي بقى هنا اعمل ايه نيكست تمام كده. وهاجي هنا بدل ما انا عامل فلتر اوبجكت هو اصلا لو دخل جوه الميدل وير ولقى الكلام ده تمام هيبدا يعمل لي ايه هيضيف لي الفلتر اوبجكت ده جوه الريكوست، فهقدر اوصل لها عن طريق الريكوست دوت الفلتر اوبجكت تمام كده. محتاجين بقى نضيف الميدل وير دي برضو قبل الهاندلر، فاحنا محتاجين هنا نخش في السب كاتيجوري راوت وبرضو هنا نضيف ماشي. نيجي على الجزء اللي بيجيب الجيت سب كاتيجوريز ونضيفها هنا قبلها تمام كده. طيب نتاكد الاول ان البرنامج بتاعنا شغال. خلينا نجيت الليست اوف سب كاتيجوريز، هنا السب كاتيجوري دي احنا عملنا لها حاجه اسمها اندرويد فجابها لي تمام كده. يبقى احنا كده الراوت ده شغال والراوت ده شغال تمام. اتمنى بس في الراوت ده نكون فهمنا فكره ان انا عندي الفاليديشن لاير، احنا عملنا ميدل وير عشان تسيت الداتا للبادي قبل ما نخش في الفاليديشن لاير. هنا اهو عملنا ميدل وير تسيت الداتا او الكاتيجوري اي دي في البادي قبل ما يدخل يفاليديت بقى ايه على البادي بتاعي. ده في حاله اصلا لو انا جاي لي ايه ما جاليش اصلا اي دي في البادي بتاعي، لكن لو ما بوت خلاص يبقى هيخش ما فيش اي مشكله ويبدا يشتغل ما فيش اي مشكله تمام كده يا شباب. يبقى احنا كده قدرنا نشوف ازاي النستد راوت بتشتغل، وقلنا الكلام ده هيبدا يتكرر معانا طول ما احنا شغالين وطول ما انا عندي بيرنت وتشايلد، وهي دي نفس الفكره اللي هنبدا نشتغل بيها تمام كده يا شباب. نكمل بقى في الدرس الجاي نشتغل على الكراد اوبريشنز الخاصه بالبراندس، وهنحاول كده نخطفها كلها كده في درس واحد بحيث ان الموضوع بقى مكرر بالنسبه لنا تمام كده يا شباب.